نور البحيره كلها سعاده الريس. البحيره ونور البعديه وفخر القريه البعديه تزال نذكر اسمها في التاريخ الى ان ينسى الله الارض ومن عليها. نشكر احنا متشكرين متشكرين على جميع الخدمات التي تمت بسيادتك. طب انت رديل فعلا؟ نعم الله رديل من كل قلوب ونبايعك الى والله نبايعك وبصور لصدق وبكل احنا معاك يا ريس. احنا فخورين بيك بيك جدا جدا لك رفعت جمهوريه مصر العربيه بين الوطن العربي جميعا. ده بسيادتك يا سعادة الأسد قلب أسد قلب أسد. وقد من الله علينا واخترق الله وليس اختيار شعب لكنه اختيار من عند الله سبحانه وتعالى لنصرة هذا البلد. شاكرين شاكرين احنا مشاكرين يا ريس على ما نورتنا وشاكرين يا سعادة الرئيس. مصر بايع معاليك لحد ما نموت والله العظيم لحد ما نموت. احنا بالنسبة لنا احنا اتولدنا عليه لحضرتك والله العظيم احنا اتولدنا عليه لحضرتك لان احنا اتعامل معانا في جيل الثمانينات اللي ما كناش نحلمه بيه. احنا بنشكر حضرتك والله العظيم بنشكر ربنا على والله بنشكر احنا ربنا والله صحيح والله العظيم احنا معاك والله العظيم احنا معاك يا باشا. اهلا وسهلا وبتشرف بمعالي حضرتك وبتشرف حضرتك. الحلم اصبح حقيقي ما كناش نحلم بيه مدى الحياه. طب انا عايز اسالكوا سؤال ازاي نخلي الناس يعني تحافظ على الارض بصراحه بقى. سيادتك كان في ناس لها احتياجات في بعض البناء. طب احنا بنعمل دلوقتي وهنعمل تاني. ما كانش سيادتك موجود سيادتك ما كنتش موجود لكن الفخر والاعتزاز لسيادتك انك عطيت تصريح ومشيت الناس والحمد لله في اللي انت خدت البيوت اللي هي طلعت جديده وعملت لها مكلفات وتبيع. ده شكل عظيم لسيادتك. بس شيء بسيط المشروعات الصغيره بالنسبه للبلد كمفارخ او مزارع عايزين سيادتك يعني بالنسبه للتقنين يعني برضو يعني ننزل شغالين. لا ننزل من الحد بتاعها شويه. حد اللي هو ايه الحد اللي في التقنين يعني اي معلش يا ريس معلش يا دخت معلش يا ريس. لا معلش ليه وطلب بسيط بالنسبه للقريه البعديه والارياف. سيادتك يوجد عندنا بعض حظاير المواشي داخل القريه لو سيادتك تصريح لكل واحد على قيمة الروس الموجودة بكذا متر يبنيها في مكان خاص بيه. بعد اذنك هنا الاسعار يا فندم 50 جنيه المتر في القرية وبعد اذن سيادتك انتوا اكبر بلد عملت تصالح واكبر بلد عملت تقنين على مستوى الجمهورية. كل الناس يا فندم الاسعار هنا اقل محافظة على مستوى الجمهورية في 27 محافظة رقم واحد. رقم اثنين يا فندم هم الاول فعلا في رؤوس المواشي والاول في الدواجن بعد ما كان بيتعمل هنا سيادتك. الشهادة بالروس يا ابني وجود الرجالة يا سيادتك اللي وراك منك يا ابني وده فخر يا سيادتك. بيعمل لهم 30 مشروع في الشهر ياخدوا بنسبة 2% على الاراضي الزراعية سواء حظاير او مشروعات تعبئه وتغليف اللي بيصدروها للخارج بالخضار بتاعها. طب مراكز الالبان تجميع الالبان اخبارها ايه؟ مراكز تجميع الالبان كله من على مستوى المحافظه طبعا يعني مش مراكز في شركات شغاله لان احنا ما عندناش. اول حاجه هتبقى ان احنا نشوف مع القرى نعمل مراكز تجميع الالبان في عشان ده بيساعد اولا ان هم الحاجه بتاعتهم ما تهدرش ما تتلفش يعني واخد بال حضرتك وبعدين يبقى في سعر اقتصادي مناسب لهم غير لما يكون شكل فردي مش كده يا دكتور مصطفى ولا ايه؟ عرضوا عليا الزراعه بدنا المفروض ان هو هينضاف لي زي ما حصل في المنيا ستك امرت يزيد مركز للالبان في كل المراكز الزراعيه. عايز اقول لستك ان محافظه البحيره ستك اديتها 6 مراكز 42 قريه فيهم من كل هدف سيادتك دخلته في منه 42 هدف داخل المحافظه. المبنى اللي سيادتك دخلته في الخلف كان فيه مطافي وكان فيه اسعاف وكان فيه خدمات يعني انا عايز اقول كميه الخدمات اللي خدوها يا فندم اكبر محافظه. يا شاب يا شاب استنى بس احنا بنديهم حاجه من جبنا يا دكتور. ها ده حقهم مش كده؟ لا ده مجهود سيادتك وجود الجدل جدا. لا لا ده حقوق والله مجهودش احنا ما شفناش لاول مره في تاريخ الحياه. يا اخي يا خالد بعديه يا ريس تذكر مدى الحياه. ربنا يخليك وجودك يا ريس وجود الناس الحلوه دي وجود الريس وجود الناس الحلوه اللي حواليك. بالنسبه لسيادتك الفلاحين عاوزين دعم من الجمعيات الزراعيه ونعمل تسويق تعاوني يلم المحصول بالنسبه كان الاول بيتلم الرز وبيتلم القط ويتلم الغله وندي نسبه 2% بالنسبه للتسويق التعويني عشان لو في تجار هتاخد من التسويق التعويني يبقى كله مراقب تحت ايدين سيادتك.
يعني انا مش هتكلم في النقاط ديت ليه بقى؟ ده النهارده يعني احنا بنقول الدوله تاخد الرز منكم، بنلاقي مش كده يا دكتور مصطفى؟ نلاقي القطاع الخاص خد الرز سيادتك القطاع الخاص مش هيقدر، طالما انت قننت سعر الرز وخش التسويق التعاوني هنقدر ندخل للجمعيه. عملنا سعر، استنى بس، ما احنا عملنا زراعه تعاقديه للرز وعملنا زراعه تعاقديه للقمح. عشان ايه؟ عشان ندي فرصه للمزارع ان هو الحد الادنى اللي هو يشتغل عليه ويعني يزرع ارضه، يبقى عارف ان الفدان هيجيب له مثلا 2.5 طن قمح او اكتر، ده هيجيب لي الرقم ده. واحنا قلنا كده، قلنا الحد الادنى للرز كذا والحد الادنى للقمح كده، صح كده يا دكتور؟ حضرتك يا فندم انا عايز بس اقول رقم حضرتك وجهتنا قبل ما يبدا موسم حصاد القمح، نزود كمان الاردب فزودناه ل 1500. انا عايز اقول لحضرتك النهارده واحنا ملتزمين وبنسدد لفلاحنا بالسعر اللي حضرتك امرت بيه، النهارده السعر العالمي اقل 2500 جنيه في الطن، يعني الفلاح الحمد لله المصري وهو بيورد بياخد اكتر. بيقول ايه؟ احنا قلنا سعره اعلناه، لكن احنا ما كناش مرنين وقلنا ايه بما ان السعر بره انخفض. طب لا احنا ما عملناش كده، اللي احنا قلناه معاكم ننفذه، وده احنا دخلنا 5 محاصيل. ايوه مش كده؟ ايوه يعني الصويا والذره مش كده؟ والرز والقمح مش كده؟ ايوه وقصب السكر دي اسعار احنا قلناها وقلنا فيها ان احنا هناخد حد ادنى بالسعر. طب انا هقول لك على حاجه، اتفضل. يعني ما احنا يعني خلال الموسم ده اللي فات بالذات لما كانت الازمه العالميه زياده قوي، احنا لقينا ان القمح الرز رغم ان احنا اعلنا سعر كان سعر يعني معقول قوي، ان كتير من اهالينا والمشاهد هم حرين ادوا الرز لمين يا دكتور؟ لحد تاني يعني مش للدوله. واحنا الدوله بناخده بنعمل بيه ايه؟ بنحطه في التموين نديه للناس بسعر مدعم عشان يبقى يخفف عنهم. اللي حصل مش كده، اللي حصل ان كتير من المزارعين الحصص بتاعتهم او حاجتهم راحوا ايه؟ بقوا القطاع الخاص. وده احنا بنتكلم مع بعض كاهل بقى، ما احنا احنا اولادكم يا ريس. لا لا احنا مش اولادكم، لا 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 احنا مش موضوع، احنا ما كتلناش وحطينا ايدينا في ايدين بعض. طب مش هنوصل للي احنا عايزينه. احنا بنحكي ليه يعني؟ بيبقى ما حاجه من الاثنين، يا اما انا مش عارف ولا باس، لا 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 عاش لله، هذا ما لا ابدا. لكن انا بقول تاني، احنا قلنا في اسعار للسلع ديت واعلناها بما فيهم الرز وبما فيهم القمح الموسم اللي فات، صح كده يا دكتور؟ طيب احنا بقى كدوله بنشوف رد فعل اهالينا ايه. في النهايه انا عارف ان المزارع يهمه مصلحته وانه همه ياخد، يعني مفيش حاجه وماله، ما هو واحد. لكن بقول لك ان في النهايه انا كدوله عايز كمان الحصه بتاعه التموين اللي بديها للناس بسعر مدعم احافظ عليها. اللي حصل ان كتير من المزارعين الاسعار لما عليت خدوها ادوها للقطاع الخاص ما ادوهاش للدوله. وبقت الدوله عايزه توفر للتموين اللي انا بقول عليه. الموضوع مش سوق حر كامل، احنا مش قادرين نعمل سوق حر كامل. اقول ايه؟ سيبوا الموضوع للعرض والطلب، ولكن لان الدوله بتقوم بدور في، احنا بنتكلم في البطائق التموين بنتكلم في اكثر من 70 مليون انسان. كم؟ 70 مليون انسان اللي هم اللي موجودين في بطائق التموين. طب بياخدوا الاسعار ديت؟ انا ما بقولش انك انت دعمني، ما بقولكش اديني الرز بالثمن اللي انا بديه للناس، لا لا. بس كمان لو لقيت ان يعني ان عندك فرصه اكبر مع حد تاني، لا فكر في ان ده يعني ان ده هيروح للناس بره. هيروح لمين؟ يعني ايه؟ احتياجات الناس يعني. لا 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 سيادتك لما نورد للتسويق التعاوني هيبقى انت سيادتك المتصرف بالنسبه للرز. ما هو نفس الكلام. هو ايه الفرق بين نفرض الفدان الرز يعني عليه قد كده من نيتع وقال طالما يسجل في الجمعيه وخد عليه المحتملات بتاعته نقدر نحاسبه. تعالى انت زرعت فدان، الفدان بتاعك بيجيب كم طن؟ يبقى الطن انت تاخد واحد ليك لبيتك والباقي يتورد عشان خاطر الدوله. لكن انا ما نعملش تخزين عندي في بيتي وناخد ونسيب بقيه الناس دي. بس انا هقول لك على حاجه، انا مش هقدر كدوله اخش على كل مزارع في بيته واقول له ده كلام يا جماعه. احنا كلنا الرئيس كلنا فتح السيسي يا سعاده الناس. لا 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 والله اللي احنا ما عملناش كده مش هننجح مع بعض حياتي. صحيح، بس انا بوضح لك النقطه اللي حصلت.
اللي انت بتقوله كلام جميل قوي، اتمناه. مش كده ولا ايه؟ مش كده يعني؟ انا اقصد اقول لا، بغض النظر يعني، احنا بنتكلم في العلاقه اللي احنا بنقول ايه، بغض النظر عن السمات، بغض النظر عن التقاوي، بغض النظر عن اي حاجه. اسمع، هو عشان اخلي الميه توصل لاخر الزمام هنا، انت عارف تبطين الترع ده هيتكلف قد ايه؟ لا لا، انا بتكلم بس يعني للقريه هنا، عشان ابطن كيلو او اتنين او تلاته في الجزء اللي بيتعدي في القريه ده بيتكلف كتير. بس احنا بنعمله ليه؟ عشان حضرتك حجم الميه اللي كان نتيجه ظروف الترع قبل كده مش كويس، قلنا لا، لما هنبطن الترع ديت هتوصل الميه لاخر الزمان، فهيبقى في فرصه ان المزارع اللي في الاخر ده بعد ارضه ما كانت بتعاني من الشحه يوصل له ميه مرتاح. اتعمل الكلام ده ليه؟ واللي بيتعمل بقيه الامور دي بتتعمل ليه؟ اسمع، وليكم انا بقول لكم كلكم. اتفضل. المشروع بتاع حياه كريمه المرحله الاولى اللي احنا شغالين فيها ديت كانت المفروض تخلص من سنه. مش كده يا دكتور؟ سنه. من سنه. طب كان تكلفتها كام لما حددنا؟ انا قلت الكلام ده قبل كده بس بقول لكم فرصه ان احنا نجدد الكلام. كانت المرحله دي قلنا 200 مليار، 250 مليار. كم؟ 250 مليار. مليار ايه؟ جنيه. 250 مليار. لا فرق. جنيه مصر واحنا متعرفين. لا لا، انا اقصد اقول ايه؟ يعني مبلغ 250 مليار. عارف لما جينا نتيجه اللي حصل في العالم ولما اشتغلنا بالفعل على الارض خلال السنه، الرقم طلع من 250 ل 350 بعد ايه؟ ما قلت له الدكتور مش دافع. يعني الدكتور مصطفى بيقول لي 400، صح كده؟ قلت له لا لا لا، كتير قوي. فايه يعني خفضوا 350 مليار جنيه للمرحله الاولى، يعني ثلاث مراحل هيعدوا ال 1000 مليار جنيه. دي مش فلوسي ولا فلوس الحكومه، دي فلوسكم. معمولة عشان مين؟ رفعت مستوى كم فرد، عشان وكم فرد بيدعي لك، وكم فرد بيقف يقول يا رب يا رب يا رب نعمل. لا اله الا الله، ما هو بركه ده احنا ما شفناهوش غير في العصر. انا معاك يا ريس. احنا بنتكلم ايه؟ يعني ده رفعه 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 للناس الغلابه اللي ما كانش بيوصل لها الشيء ده، لما يقول كده يمكن ربنا بيسترها معانا وحافظنا بدعاء الناس الغلابه اللي انت وصلتهم الشيء ده. والبركه في حياه كريمه، وفعلا مش اسم، ده فعل على مسمى ان شاء الله. واحنا بنشكر سيادتك. شاكرين. الله يا فخامه الرئيس، وشرفتنا ودخلنا التاريخ النهارده احنا، ونشكرك على مبادره حياه كريمه اللي ابهرت العالم كله. شرفت البحيره، شرفت البحيره يا فخر العرب، يا فخر العرب، نقلتنا نقله حضاريه في اللي بعدين ما كناش نحلم بيها، الحلم اصبح حقيقه. الف مبروك. وجود سيادتك. شرفتنا يا باشا. اهلا وسهلا. واللي بعديه بحالي، وانا دلوقتي بنفتخر ان انا من قريه اللي بعديه، لان حضرتك عملت لنا حياه كريمه، وحضرتك عملت لنا حاجات جميله جدا في الابعاديه. ربنا يحفظك. بقى عندنا طب اسره دلوقتي، بدل ما يبقى المريض عندي في البيت محتار اروح بفين، ممكن يموت مني بالليل، بنجروا بيها على ضمانه. دلوقتي لا، هنخش بيت بالاسره فرح مني. عملت لي مركز تكنولوجيا فرح مني للست الكبيره اللي تقدر تمشي، بدل ما تجري تروح بعيد عنها تتنقل مكان تاني، لا بنخش هنا فرح مننا. وبنشكر حياه كريمه لان هي وقفت جنبي، لان جوزي متوفى وانا ارمله، وعينت ابني وظف الاولي عشان يصرف علي. وبنشكر حضرتك يا ريس، وبنشكر كل حاجات جميله عملتها لنا في حفظ حضرتك. بقى عشان انا لوحدي، انا اول سواقه هنا في البحيره، فرحيه خميس عبد النبي محمد، لولا توجيهات سيادتك والدكتور مصطفى مدبول وسياده الوزير هشام امنه، كنت زماني متشرده انا واولادي. بجد انا مسكت في كلمه سيادتك قلتها من اربع سنين او خمس سنين، ان المراه قويه وقادره على ان تخترق اي مجال من مجالات العمل. مسكت فيها، عملتها دراسه جدوى ليا ومشيت عليها. بقى سيادتك الكلمه دي بقت ظهر وسنان. اتعلمت السواقه، سقت، مشيت بقلب جامد، ولما نتكلم نقول لهم الريس قال كده خلاص انا بقيت كانوا رافضين. يعني الاهالي كانوا رافضين؟ اه كانوا رافضين، بس لما قلت لهم الريس قال كده ودكتور سياده الوزير هشام امنه، وطبعا بتوجيهات سيادتك ودكتور مصطفى مدبولي،
واتكرمت الام المثاليه هنا في البحيره وخدت حق الحمد لله. يعني احنا حضرتك فخر لينا كلنا، نصره للمراه بالذات المراه المعيله. انتوا فخر لينا بجد، يعني حضرتك شرفت البحيره، فخر لينا كلنا على راسنا كلنا. استاذ الحياه كريمه دي يا ريس فعلا، يعني واقفين جنب كل الناس. تحيا مصر يا ريس، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. حابب اقول لك حياه كريمه ما اثرتش بس في الاماكن، حياه كريمه اثرت فينا احنا كشباب، احنا كشباب جامعات وكشباب في سن العشرينات وفي سن الثلاثينات عندنا طاقه بجد. احنا لما كنا قبل كده كنا بنضيعها في حاجات ما كناش حاسين احنا بنعمل ايه، دلوقتي بنضيعها في التطوع واحنا حاسين. يعني كل حاجه معموله دلوقتي انا حاسس ان انا ليا ايد فيها، حاسس ان انا اثرت ايد فعاله، فدت دولتي بحاجه، فدت مستقبلي، فدت مستقبلي فيما بعد. انا الحمد لله في هندسه بترول، وفي نفس الوقت بوفر وقت بين ان انا اتطوع في حياه كريمه، وفي نفس الوقت اتطوع الحمد لله الاول على دفعتي 3 سنين الحمد لله. شكرا يا سيادتك، شرفت البلد يا سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته.